بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا حاليا نحن في زيارة للمركز الصحي اللي كان تابع للقرية اللي كانوا أهل القرية يتعالجون فيها. لم يبقى من هذه العيادة سوى ذكريات مؤلمة، حالها كحال أهل هذه القرية، فلم تعد تتسع لصرخات الأطفال ولا لأوجاع الأمهات. خيمة بائسة فقط تضمد جراح النازحين، فمن ذا يعيد الحال أحسن مما كانت عليه؟ ساهموا معنا في ترميم مركز صحي في قرى السودان المنكوبة بتكلفة 390,000 درهم. هيئة الأعمال الخيرية معكم على طريق الخير.